على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي سهرة مع فرقنا اللي دايما حقق إنجازات وحقق بطولات. لكن قبل ما أتكلم على فرقنا بحقق إنجازات وبطولات لازم نتكلم على حاجة مع حضراتكم النهاردة مع جماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي، وهي شخصية النادي الأهلي. النادي الأهلي من 112 سنة حط لي وضع لي شخصية جوه أرض الرياضة في مصر، من 112 سنة عملوا تاريخ وعملوا بطولات، حققوا وضعوا مبادئ. مبادئ ايه؟ قيم، مبادئ، بطولات، انجازات، فوز، كل حاجه حطوها من 112 سنه فضلنا ماشيين عليها لغايه وقتنا هذا. دايما شخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف، بتبان في المواقف الثقيله. دايما النادي الاهلي بيواجه صعوبات مع ناس كتيره في مصر. ليه بتواجه الصعوبات دي؟ عشان دايما كلمه الحق اللي بيقولها، ودايما ماشي على الطريق اللي هو مرسوم من 112 سنه. دايما بنقابل مشاكل من اتجاهات كتيره، وممكن يحصل عندنا مشاكل، لكن دايما بيرجع لينا الطريق اللي احنا عايزينه، وهو طريق شخصيه النادي الاهلي. اي واحد صاحبك في الحياه لو ليه شخصيه، بمعنى ليه بينك وبينه كلام، ليه مواقف، ليه ادب، ليه احترام بينك وبينه، ليه مواقف كتيره، بتقول عنده شخصيه. تخيل بقى لما يكون التاريخ ده في 112 سنه للنادي الاهلي، يبقى اكيد الوضع مختلف. مؤسسه وطنيه من 112 سنه، وايه تاريخ بطولات وانجازات وحاجه فوق الخيال، حاجه مش حدش هيقرب لها قريب. يعني الناس دايما بتبص على شخصيه النادي الاهلي اللي فوق، لان شخصيه النادي الاهلي هي رقم واحد، هي دايما اللي محطوطه فوق وكل الناس بتبص لها. هي دي الحقيقه، احنا مش بنقول كلام، الكلام ده غيرنا بيقوله، لكن احنا بنقول حقيقه على النادي الاهلي اللي احنا قعدنا فيه كتير جدا وشفنا ده وتعلمنا ده، ولازم نربي الاجيال اللي جايه على كده. ايه نربي الاجيال؟ يعني ايه نربي الاجيال اللي جايه؟ اجيال النادي الاهلي اللي طالعه، اذا كان لعيبه، اذا كان جماهير، كل الناس المنتمين للنادي الاهلي. دايما نعرف ان النادي ده قيم، مبادئ، بطولات، انجازات، هو ده النادي الاهلي، دي طبيعه النادي الاهلي، ده اللي اتكتب عليه من زمان، ده اللي قبل كده كل الكبار عندنا اجدادنا وشيوخنا واساتذتنا، كل الناس ربونا على كده، ربونا على ده في الرياضه، ربونا على حظ البطولات والانجازات. لكن الناس في مصر شويه خارج مش منتمين للنادي الاهلي دايما بيكونوا متضايقين شويه من الوضع، ان احنا نقول النادي الاهلي عنده شخصيه. لا، النادي الاهلي هيفضل شخصيته على مر التاريخ من 112 سنه، وان شاء الله هيظل لاخر العمر هو عنده شخصيه. وبكده اقدر اقول لكم ان احنا عندنا شخصيات كتيره جوه النادي الاهلي اتعلموا ده، منهم فرقه كره اليد سيدات في النادي الاهلي اللي حققوا اربع بطولات في موسم واحد، منطقه القاهره، كاس ودوري ودوري سوبر، ما شاء الله عليهم، قفلوا بطولات السيزون. خلينا نرحب بيهم النهارده في سهره جميله لمده ساعتين معاهم، نحتفل.